آخر مرة تانية على كل بيتابعونا النهاردة في نهارك سعيد، لسه مكملين معاكم فقراتنا. والفترة اللي فاتت أعتقد كلنا تابعنا المونديال في روسيا، وكلنا ركزنا جدا من أول يوم لحد البطولة النهائية. وفي نفس الوقت ده كان كمان في بطولة الشباب للشباب المفتوحة للتايكوندو مقامة في الأردن. كالعادة الباحثة المصرية حققت عدد كبير جدا من الميداليات، حصدت عدد كبير من المراكز، ومن ضمنها على سبيل المثال حصدت المركز الثاني في البطولة، وحصل فريق على كاس احسن فريق في البطولة وكاس الروح القتالية، وكاس المركز الاول تحت 14 سنة بنين وبنات، كاس المركز الثاني جماعي. والنهاردة بتشرفنا كمان بطلة من اللي كانوا موجودين هناك، واللي يعني بيسموها جولدن جيرل لأنها حصلت على أكتر من ميدالية ذهبية، وكمان هي حصلت على الميدالية الذهبية في التايكوندو الجماعي وفي بطولة تانية كمان هنتكلم عنها النهاردة في الفقرة. بتنورنا في الاستوديو ملك ضياء. ملك صباح الخير، صباح أخبارك النور، إيه؟ كويس الحمد لله. طب مالك، قبل ما نبتدي الفقره قلت لها شكلها ملائكي جدا على موضوع التايكوندو ده، فانا لسه مش حاسه ان الموضوع حقيقي قوي، فمتعرف عليها اكتر شويه. مالك انت عندك كام سنه الاول؟ انا عندي 14. 14 سنه. وبداتي تايكوندو من قد ايه تقريبا؟ من 2011. 2011، احنا بنتكلم في حوالي سبع سنين تمرينات حقيقيه. طيب بدايتك ازاي جت اصلا مع التايكوندو؟ اشمعنى اخترتي الرياضه دي؟ هو انا كنت صغيره فيعني ما كنتش عارفه اختار التايكوندو، فبابايا هو اللي دخله لي وبدات احب الرياضه ويعني وتعودت عليها وبس. يعني الالعاب القتاليه عموما مش من الالعاب اللي بسهوله بتشد البنات الا لو فعلا انتي غاوياها حبيتيها. لا، هو انا شخصيتي اصلا يعني هو بابايا كان نفسه في ولد، فانا شخصيتي متضايقه على ولد شويه، بس يعني هو شكلي هو مش جايه تماما طبعا حكايه الولد دي، بس اتربيتي بشكل مختلف فحبيتي الرياضه حبيتها دي. قوي، وكمان يعني بيبقى فيها روح رياضيه كده، ازاي يعني حتى تتعاملي مع الناس او يعني طيب عشان تكوني بطلة، أنا عارفة أن ده مجهود كبير جدا وتمرينات كتيرة جدا وتحضيرات بتبقى بالسنين، مش يعني مش وليدة الصدفة كده. تحضيراتك أنت كانت عاملة إزاي؟ تحضيراتي ان قبل البطولات بيبقى فيه زي معسكر مغلق، وبنتمرن صبح وبالليل، يعني مثلا بنتمرن من 10 الصبح لحد مثلا 9 بالليل او كده، بس بيبقى فيه راحات في النص يعني نستريح و يعني بنشد على نفسنا، والكابتن اكيد بيتعب معانا وكده. يعني وقد ايه تقدري، يعني المفروض ان انت بتدربي كام سنه عشان تبتدي اصلا تشاركي في بطوله دوليه؟ هو المفروض ان بيبقى فيه زي حاجه اسمها مدارس، المفروض ان انت بتتدربي على الحركات الاول وازاي تضربي او كده، وبعد كده لما بتتميزي بيطلعوكي الفريق او كده. طيب ده جريدز مثلا ولا زي الكاراتيه بالحزام ولا؟ لا، هو حزام بيبقى من اول ابيض لحد اسود. 10 انت حزام ايه دلوقتي؟ انا ازرق طلع احمر. اوكي، الموضوع خطر يعني، دخلنا في مرحلة الخطر. شوية. طيب خلينا نتكلم على اخر بطولة، البطولة المفتوحة في الاردن. اشرحي لنا برضو كمان روحتي ازاي؟ انا روحت مع مامتي وهي تعبت معايا قوي، وكانت بتروح معايا كل تمرين، وبابايا كان بيشجعني جدا. والبطولة يعني أول واحدة اللي هي بطولة الشباب المفتوحة للتايكوندو دي كانت سهلة جدا، ويعني هي مش سهلة بس يعني هي كويسة بالنسبة لك، كانت ما فيهاش تعب كتير. بس بطولة الحسن هي اللي كانت محتاجة مجهود، وانا الحمد لله اتمرنت وعملت اللي عليا، فاكيد ربنا هيديني على قد ما اتمرنت او كده. اكيد طبعا. بطولة الحسن كانت في نفس التوقيت، يعني انت حضرتي البطولتين بنفس التوقيت بس بعديها بيومين، وحصلتي كمان ميدالية ذهبية. في صح كده؟ احنا بنتكلم هنا تحت 14 سنة. في البطولتين اللي رحتيهم. في البطولتين 14 سنة، بس أول بطولة كانت عبارة عن بومزا وفايت. اوكي. وتاني بطولة كانت فايت بس. ايه بقى البومزا وايه الفايت؟ البومزا بتبقى عبارة عن حركات بتحفظيها وبتعمليها بأداء قوي، و بيبقى فيه فردي وبير وجماعي. الفردي بتعمليه لوحدك، والبير بيبقى معاكي ولد
لازم تمشي على نفس الحركات ونفس كل حاجه، والجماعي بيبقى معاكي بنتين برضو بتمشي على نفس الحركات وكل حاجه، بس لازم بس بتكون جماعيه. كم مصري تقريبا مصريه كانوا مشاركين معاكي في المسابقه؟ هو انا مش عارفه بالظبط العدد، بس هو كان تقريبا 4 نوادي او 3 نوادي. وحصدتوا عدد كبير برضو من يعني الميداليات. احنا في بطولة الحسن دي جبنا 7 ذهب وثلاثة فضة. ما شاء الله، ده رقم كبير جدا. الفترة اللي فاتت احنا عموما في رياضات مختلفة حصدنا عدد كبير جدا من الميداليات، سواء بطولة البحر المتوسط او بطولة الاردن، او يعني كنا بصراحة من الاوقات اللطيفة جدا في حياتنا. صحيح ركزنا جدا مع الكورة، لكن في الناحية التانية قدرنا ان احنا نحصد على مراكز كتير في بطولات مختلفة. طب عايزين نعرف بقى، كبطلة بتعملي ايه؟ يومك عامل ازاي؟ لايف ستايل عاملة ازاي؟ خصوصا انت بتدرسي في الاخر في مدرسه يعني. انا في بيوتي سكول اوف ايجيبت. يعني هو انا لما بيبقى عندي مدرسه بصحى الصبح بروح مدرستي عادي، بعديها بتحرك من المدرسه على التمرين على طول، عشان ما بيبقاش في وقت ان انا اروح البيت او كده، فمامي بتجيب لي كل حاجه معاها واروح على التمرين على طول. و يعني بس في اكل معين، في ساعات نوم معينه، لا هو بتتدربي كم مره في الاسبوع؟ هو اكلي طبيعي، و يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اكلش نشويات كتير واكتر من البروتين وكده، عشان يعني التايكوندو بيحتاج قوه او كده، اوكي. و بتمرن يعني لما ما بيبقاش عندنا تمارين بتمرن 4 ايام في الاسبوع. ده كده ما فيش بطولة. لكن لو في بطولة بقى بتمرن صبح وبالليل، ويعني الأسبوع كامل بقى. وعارفة تظبطي ده مع المدرسة؟ قادرة يعني قادرة شوية عليه بس ولا؟ هو في المدرسة يعني بيعملوا توافق بين المدرسة تمرين، والنادي عارفين وكده. انه عندنا بطلة فهنسيب لها وقت اكتر. طيب نشوف برضو معاكو صور كده، الملك من البطولة اكتر دي فين؟ دي بطولة الشباب المفتوح، دي اخر بطولة الاردن. بس ده مش انا، ده ندى صاحبتي. ده دي مين؟ دي ندى صاحبتي، ودي برضو صاحبتي. برضو ميداليات ذهبية في اول بطولة. في تاني بطولة اللي هي اول واحدة دي ما دخلتش البطولة، دي جابت تاني، اوكي. وده اللي كان معايا في البير، اوكي. ودي كانت معايا في الجامعي. ده انا بقى ده مش فاكره مين الصراحه. دي الكباتن بتوعي اللي تعبوا معايا، اللي طلعوا معاكوا كانوا موجودين معاكوا. طيب خليني برضو اعرف منك، انتوا الحاجات الجماعية انتوا بتتدربوا مع بعض من قبل ما تروحوا البطولة، ولا أكيد هي لازم، نوادي عشان مختلفة مشاركة بس نفس الحركات؟ لا لازم نمشي مع بعض بالظبط، عشان ليها تايمينج وليها مثلا في الحركة الواحدة بتثبتي مثلا يعني ثانية أو ثانيتين، فلازم مثلا يعني احنا لما بنكون مختلفين قوي بنقول مثلا ألف ألفين ألف ألفين، وبعد كده يعني بنمشي على الحركات بقى، بس سرنا يعني. تمام. مين اللي بيقدم البطولات دي يا ملك؟ يعني بتعرفوا منين ان في بطولة هتقام في المكان الفلاني، وازاي بتقدروا تشتركوا اصلا؟ هو الكباتن هم اللي بيقولوا لنا، المسؤولين. المسؤولين او كبا او يعني المسؤولين بيقولوا للكباتن، والكباتن بيقولوا لنا، وبنبدا بقى ان احنا نبدا يعني نعمل تمارين زياده او كده، ونطلع بقى البطوله، وعلى قد بقى ما تعبنا هناخد يعني قبل الميداليه او كده. التمارين الزياده بيبقى فيه اختبارات للي اختبارات موجودين هما في الفريق؟ بياخدوا اللعيبه المميزين اللي هما يعني بيبقوا قادرين ان هما يطلعوا بطولات دوليه او كده. زمان كان في المدارس كلها بتحسب درجات للرياضه للمتفوقين، ده موجود عندك؟ هو تقريبا، بس انا ما اعرفش يعني، بس لسه ما زدتهاش، فشاكين في الموضوع ده، مش موجود. يعني يمكن هو في تقريبا الشهادات اكتر في بتبقى ثانويه او كده. يمكن في الشهاده بس. قلتي لي ماما ما بيبقى عندي تمرين او حاجه بتكون هي بتلحقني بحاجتي كلها وادواتي كلها قبل التمرين. وانا دور ساعات ماما ايه ببقى بقى في سايبه حياتك؟ حاجاتي في العربيه، عشان لو اي حاجه حصلت او كده ببقى سايباها في العربيه، عشان مثلا معايا في لو كل هي حته. كانت في اي حته تانية ممكن انا بروح باوبر وبعد كده
وهي بتجيلي او كده. وهي بتجيلك بتعملي انت بقى ايه؟ ماما بتساعدك ازاي؟ بتتعب معايا وبتروح تمارين وتفضل تشجعني، وبابايا برضو، واكيد البيت ليه دور كبير قوي في تشجيعي او كده، بيقعدوا يشجعوني وازاي ان انا اقدر يعني احافظ على المركز اللي وصلتي له. بابا بقى اختار لك التايكوندو ليه؟ هو لعب تايكوندو اصلا؟ لا هو ما لعبش، طب اشمعنى؟ يعني هو تقريبا حبه او حس ان يعني ان دي هتبقى الحاجة الوحيدة ان انت ممكن تدافعي بيها عن نفسك عشان البنت الوحيدة وكده. كتير دلوقتي يعني كنت متخيلة شوية ردك، بس كتير دلوقتي ان الاهالي بيفكروا بنفس التفكير اللي هو انا هخليها موجودة بتتمرن في حاجة قتالية فهتفيدها بعد كده. وانتي دلوقتي خلاص بقى هو ده مجالك، الخطوة اللي جاية بقى بتعملي ايه؟ يعني بيبقى السن الاكبر تشتركي مع اللي هو من كام سنة لكام سنة؟ هو انا الكابتن المدير الفني نفسه كان مطلعني 17 سنة، انا واحدة اسمها نادين شاركت في بطولة العالم، طلعني 17 سنة عشان شافنا ان احنا كويسين او كده، فبدأنا نتمرن معاهم عشان كده مستوانا عالي قوي وجبنا مراكز في بطولة الحسن وبطولة الشباب المفتوحة، وهندرب بقى في 17 عشان هيبقى في ناس اكبر مننا، يعني هتبقى اول سنة المفروض ان احنا بنفضل في 17 4 سنين، هتبقى اول سنة لينا هنلاقي ناس اكبر مننا واصغر مننا، ومفروض نشتغل على نفسنا جامد بس. ان شاء الله. وانتوا في وسط الفايت يعني عموما كل المارشال ارتس او كل الالعاب القتاليه بتبقوا تفكروا في ايه؟ يعني بتحاولي انت اول مره بتشوفي الخصم اللي موجود قدامك ده بتفكري في ايه او بتقدري تقري افكاره هو ازاي؟ لا هو انا بتفرج على الماتشات اللي هي اللي هو لعبها قبلي شارك فيها قبل عشان كده. اعرف التكنيك بتاعه او ازاي بيلعب مع اللي قدامه، فانا بقى احاول احط التكنيك كأن انا مثلا ما اوكي. يتجابش فيا نقط او كده. ومثلا في بطولة الحسن انا كان اول ماتش ليا كان مع بنت عادية قوي، كنت بلعبها في مصر وكل حاجة بس هي أردنية، فاللي هو يعني كنت قلقانة أكيد بس عادي، لكن بس عارفاها. يعني وتالت تالت اه تالت ماتش البنت كانت طول بعرض، بس يعني خفتي منها اكتر؟ هو خفت بس يعني برضو اتفرجت، هي كانت بتطلع يعني نارات كتير، مش عارفة نارات يعني ايه، يعني بتطلع من يعني تطلع من فوق من تحت لفوق كده، بتنزل على الراس على طول وبس. طيب خلينا نتكلم كمان على البعثة المصرية اللي كانت موجودة هناك. أنا عارفة إن دايما في البطولات وخصوصا البطولات الكبيرة بيكون فيها يعني ساعات بيواجهكوا كده شوية مشاكل، لخبطة في التنظيم، في التمويل، في الفترة اللي موجودين فيها، وساعات الدنيا بتبقى مترتبة جدا خصوصا اما تبقى الدوله نفسها اللي بتستضيف البطوله دي بتساعد. يعني البطوله كانت ماشيه بطريقه يعني بسيطه سموث يعني ولا كان فيها مشاكل؟ لا كانت حلوه قوي، وحتى الاقامه كانت حلوه، وحتى لما احنا يعني كنا بنبقى يعني طالعين من اول بطوله كنا بنبقى بيبقوا عايزين يخرجونا او كده عشان نخرج من مود اللي هو القلق والحاجات دي، عشان لعبه التايكوندو لعبه قتاليه، ف يعني نبقى كويسين مش مخضوضين. مين استقبلكم ما رجعتوا المطار؟ هو دي من الحاجات اللي ضايقتني عشان انا عملت حاجات كويسه او كده، بس يعني مامتي وباباي هم اللي جم خدوني، دي الحاجات اللي ضايقتني عشان انا حاسه ان انا عملت حاجه ومحدش يعني محدش اهتم او كده. طب مين اللي المفترض يكون موجود؟ المفروض مثلا الناس بتوع النادي زي هدايا ملاك لما جت خدت الاولمبياد كلنا رحنا استقبلناها عشان نحسسها ان هي عملت حاجه، وهي فعلا عملت حاجه وبس. بما اننا اتكلمنا على الاولمبيكس او الاولمبياد، شايفه الفتره اللي جايه نفسك تشتركي فيها؟ ولو هتشتركي هتحضري لها ازاي؟ هحضر لها بكتر التمرين زي ما قلت المره يعني الفقره اللي فاتت، و
وجدية شوية في التمرين ويعني واختبارات، وأحاول أصلح على قد ما أقدر. قبل الأولمبيكس أو قبل البطولات الكبيرة الدولية بتضطري تسافري تتمرني مع يعني مثلا ممكن ناس مختلفة من دول مختلفة، ولا عشان الموضوع بيبقى تمريناتك الأساسية؟ لا، هو ممكن لو ممكن بابايا يسفرني بره، او النادي ممكن يسفرني بره على اساس ان انا اخد خبرة واتمرن مع ناس تانية، ان انا يعني مش عارفة يعني تكنيك او الحاجات التانية بتاعت الناس التانية اللي هي الاردنيين، كرواتيا، امريكا، كوريا بالذات هي اللي هيبقى فيها حاجات، عشان هي دي الدولة بتاعت التايكوندو نفسها، هي اللي عملت التايكوندو يعني. جولدن جيرل بقى جت منين؟ لا، هي يعني من ساعة ما خدت اللي هي بطولة الحسنة الدولية دي بابايا طلع عليا، فيعني هو حاسس ان انا مبسوط عملت بميدالياتك المختلفة. عايز اعرف يا ملك منك بقى هتعملي ايه في حياتك الاكتر العلمية؟ ناوية على ايه في الدراسة؟ عايزة تكملي في ايه؟ عايزة تدرسي ايه بعد كده؟ ادرس ايه. بس هو انا لسه محددتش، بس يعني هو انا يعني هو انا متفوقة، بس يعني بهتم قوي بالتمرين، عشان بحس ان التمرين هي يعني كل حاجة وكده، هو اللي هيوصلني لحاجة كبيرة او كده. في رياضيين كتير جدا بيبقوا كمان بيشاركوا في بطولات دولية وبيحققوا مراكز كبيرة، وتلاقيهم عند سن معين او يعني بيوصلوا للهاي سكول او ثانوية عامة وخلاص احنا كده هو اكتفينا من ممكن، الرياضة، ويبتدوا يركزوا بقى في الجامعة ويسيبوا الموضوع تمام. لا هو ممكن ان انا مثلا لو وصلت مثلا لجريد 9 او كده، يعني قصدي جريد 10 و11 و12 اللي هما اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي، هبقى يعني مش كتر تمارين، يعني هبقى عامله يعني عشان مستواي ما ينزلش، هبقى ماشيه في التمارين بس يعني بكمية قليلة شوية. بس مش عايزة يكون هو ده مستقبلك أو هو ده اللي جاي. لا، هو اللي أنا عايزاه اللي هو الرياضة، يعني دي اللي محطوطة في دماغي هو دلوقتي. طيب ده التركيز الأهم دلوقتي. على فكرة الرياضيين المتفوقين مش عدد كبير، ف يعني اللي فيعني صعب بيكمل لما في تلاقي الكارير واحد ده بيبقى شيء مهم جدا وشيء كويس جدا، وإضافة ليه وإضافة لينا كمان كبلد. تقولي إيه لكل الناس اللي بتتمرن دلوقتي أو لسه بتشترك جديد في الرياضة؟ تقولي لهم إيه المفروض يعملوه في حياتهم؟ إيه اللي يبقى اللايف ستايل بتاعهم عامل إزاي؟ المفروض ان هما يعني لو كبنات يهتموا يعني بالاكل او كده، او حتى بالجسم، عشان لو شاركوا في اي بطولة او يعني حاجة فيها ان انتي تبقي خفيفة في الملعب، زي مثلا سكواش المفروض ان انتي تبقي يعني مركزة على الكورة قوي وعندك طبعا. تركيز يعني بس. مالك اولا الف مبروك، دايما ويعني حبيبتي يا رب دايما كده تقدري تحصدي ميداليات في حاجات مهمه جدا، ونشوفك في يوم من الايام اكيد في الاولمبيكس. يا مالك رب. ضياء حاصله على المركز الثاني في بطوله الشباب المفتوحه للتايكوندو، وكمان حاصله على الميداليه الذهبيه في بطوله الحسن، صح كده؟ الف مبروك، وان شاء الله نشوفك قريب وتكوني موجوده في كمان بطوله من البطولات الكبيره. إن شاء الله. ميرسي ليكي، ميرسي لوجودك معانا النهارده. شكرا. طيب هنروح معاكم نشوف تقرير عن تغطية نهائيات المسابقة المحلية لبرنامج أناتكس السنوي لعام 2018، واللي تنافس فيه 47 جامعة مصرية بعرض مشاريعهم للفوز بالمركز الأول والمشاركة في المسابقة العالمية. نروح نشوف معاكم التقرير، نرجع مرة تانية نستقبل ضيف جديد. استنوا.